ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. ضيف الميكرو هو مهاجر مغربي بلجيكا محمد الشمالي. محمد الشمالي، مرحبا بك على أنفاس بريس. السلام عليكم، انا نقدم راسي، انا محمد الشمالي، يعني ساكن في بلجيكا وخلق على برا. في يعني القصه ديالي كنت يعني هذه اكبر شمتي اللي تشمتي في حياتك. هو بقيت كنشوف سبحان الله، يعني القصه ديالي بدات كنت شريت واحد التريف الارض في 2012 وحفظته على حساب القانون ديال البلادي المغرب. في المغرب؟ في طنجه. في طنجه. في طنجه. ويعني في 2012 بديت كنجري على الاجراءات ديالي باش نحفظ الارض ديالي، وسبحان الله التحفيظ ديال الارض يعني في طنجة كان واحد الصعوبه، يعني كاين واحد البرومي بورناج، واحد دوزيام بورناج، كيشوفوا لك الملكيه ديالك واش صحيحه، واش الوحده ديالك واش صحاحين، واش عندك شي غلط في شي فاصله، واش عندك غلط شي في نقطه، كيشوفوا الجيران ديالك في السيكتور ديالك كيف، يعني شنو واقع في الارض اللي شريتي. عاد ديك الساعه داك يتبتو كيشوفوا الاداره بان الكواغت معوطين، عاد كي اعطيوك التيتر. اما التيتر كيكون في واحد الصعوبه كبيره بزاف 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 بزاف، واخص طنجة ما كتضحكش بديك الشيء، يعني ما كيعطوك التيتر حتى كيكون خالي خالي من المشاكل. خصو يكون مصفي، يعني الشغل ديالك خصو يكون مصفي، الامورات ديالك خصها تكون مصفيه باش كيعطيك التيتر ديالك. ها هو التيتر هنايا، اسمح لي، ها هو عندي التيتر ديالي واضح، يعني الشغل ديالي واضح، كل شيء واضح. داكشي في 2019 سبحان الله قالوا لي بان الارض ديالك داخله في واحد البروجي وداخله في واحد الجريده رسميه. انا خلق على برا ما كنعرف شنو هي جريده رسميه، شنو هو هذا البروجي. بقيت مستعجب، قلت يا ربي شنو واقع لي. قلتي نسول نقلب. اول حاجه اللي عملت مشيت شفت شنو هاد الجريده الرسميه. هاد الجريده الرسميه ما كيخرجوهاش هيدا، يعني كتكون الادارات كيجلسوا مع بعضهم، الادارات كتجلس مع بعضها كيدرسوا ديك الشيء، عاد كتخرج واحد الجريده رسميه كيعيطوا لها بلتان اوفيسيال. كنقول يا ربي هاد الشركه اللي دخلت لي في هاد الارض خصني نمشي لعندهم باش نشوف شنو واقع، شنو واقع لي في هاد الارض. مشيت لعندهم، الصعوبات باش يستقبلوا، الصعوبات باش يهضروا معاك، صيفط لهم لي زيميل، صيفط لهم هذا باش يستقبلوني. استقبلوني، قلت لهم سبحان الله شنو واقع في الارض، واش نتوما الشركه غادي تقلعوني من ديك الارض ديالي كامله، يعني من العروق غادي تحيدوني من العروق، اولا شنو غادي يوقع؟ هادي الارض يعني مسجل ومحفظ الارض. ها التيتر، ها هو التيتر، التيتر واضح، هذا التيتر، ها التيتر من الاول قلت لك ما كيعطيوهاش هيدا. جريت راك وخدعتي ودخلت الملكيه، دخلت الواجبات ديالي كاملين، يعني ما علموك ما والو. لا نوتيفيكاسيون واحدة ما شبرتهاش، هات ما فك يعجبك الحال، يعني نوتيفيكاسيون واحدة ما كيناش. سبحان الله انا عندي التيتر، هذا التيتر هذا ما كنضحكوش به، يعني هذيك هذيك يصفي لي الارض ديالو، كيصفي لي الشغل ديالي كامل، القانون ديال بلادي، يعني يعني المغرب دابا عند القانون، يعني المغرب عندها. ملي شريتي الارض في طنجة سجلتي حفظتي رجعتي لبلجيكا، مشيتي لبلجيكا؟ يا رجعت لبلجيكا باش نبدا ان شاء الله، غادي نبدا البروجي ديالي، عندي واحد البروجي ديالي في ديك الارض اللي شريت، عامل البروجي ديالي، غادي نعمل البروجي ديالي، عامل الشغل ديالي، يعني كنجمعوا فرينكات ديالنا بواحد الصعوبه اللي ما كتصورش، من بعد كتعمل تحفيظ ديالك كتكون فرحان، ومن بعد غادي تعمل البروجي ديالك. قالوا لك لا اسيدي، كنتي فرحان بانك تعمل واحد البروجي ديالك في المغرب؟ سبحان الله، بلادي امي، يعني بلادي المغرب هو هي امي، كنخليو بلاد باش كنجيو لبلادنا. وسبحان الله بديت كندرس انا عقليا، وكنشوف كنشوف يعني الخطبه هنا، انا سبحان الله كنشوف الخطبه ديال سيدنا نهار 14 اكتوبر 2016، واضح الى بغيتي تقريها هي، يعني كيقول بان الى حديث الارض او لا دخلت شي بروجي ولا هذا، خلصوا الناس على حساب الوقت، عوضوهم. يعني هنا في 2023 عوضوهم، ما تعداوش عليهم، يعني ما تخليهمش، يعني الارض ديتو حديتو الارض، يعني خلصوها على حساب لا كونجونكتور، على حساب الوقت. دابا الاولى يعني خديتيها انت اش من تاريخ فاش خديتيها تقريبا؟ انا في 2012 بديت كنجري على الكوحتاتي. ارنا خيلا اسمح لي نقطعك، كنشوف هنايا سبحان الله الخطبه ديال سيدنا الله ينصرو
خطبانيه ديال لو سامدي نهار 26 اوت 2022 في العشيه. سيدنا كيوصي كيوصي وكيوصي علينا, كيوصي وكيوصي علينا الجاليه المغربيه بزاف بزاف, بزاف. يعني الخطبه ديالو واضحه سبحان الله, كيقول بان عاونوا الناس, عاونوا الناس على برا, حاجات اللي سهله خليوها سهله, ما تعقدوش الشغل, خليو الناس عاونوهم وقفوا معاهم باش كنجيو كنستمتعوا وكنخليو الفليسات ديالنا باش كنا يعني بلادنا كنجيو فرحانين في البلاد ديالنا. دابا هاد الارض شحال هي واقفه من سنه دابا بلادي نكملك سالي كنطلق انا كنخمم يعني عقليا كنقول سبحان الله, يعني اللي كيقول سيدنا كيرجع قانون في البلاد في المغرب سبحان الله, اللي كيقول سيدنا الله ينصرو كيرجع قانون سا دوفيان اون لوا المغرب, يعني المغرب بلادنا بلاد القانون, كاين القانون واضح. ها ديسكور ديال لو سامدي 20 واضح, لو ديسكور دو 16 اكتوبر 2016 واضح, عندي هنايا اسمح لي قطعتك, عندي هنايا الفصل 31 و32 ديك الساعه الا بغيتي تقراه ها هو هنايا شنو مكتوب هنا خيله المملكه المغربيه مجلس اعلى للسلطات القضائيه واضح فصل 31 32 يعني نحترموا نحترموا اللي قال سيدنا الله يسره كيوصي علينا وصى علينا نحترموا هادشي حاجه اللي مهمه. انا الاب ديال ثلاثه ديال الحواول, عندي واحد الولد معوق هانديكابي ها هو هنا تيها كتشوفوا الحاله صعيبه كتبقى سبحان الله مستعجب كتقول سبحان الله شنو واقع. دابا انتينا كتسنى من 2019 سيدنا نحترموا اللي قال سيدنا الله ينصرو. ودقيتي الباب ديال هاد الادارات هادو كنمشي للادارات صعوبات 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 كتمشي سيك دوق 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 يعني قلت لك انا ورقه واحده ما صيفطوهاليش النوتيفيكاسيون ما صيفطوهاليش وسبحان الله نهار اللي كتمشي للكاداستر شنو كتخلي؟ كتخلي التعريف ديالك لاكارت ناسيونال ديالك يعني التعريف وكارت ناسيونال والواجبات ديالك كاملين لا بواتي ميل الواجبات كاملين. قلت لهم سبحان الله نهار اللي كنت مشيت لعندهم المره الاولانيه وشافت يعني دخلوا لي في الكاداس قلت لهم شوفوا الله يخليكم انا ساكن على برا الارض ديالها هي تماك لي تيتري الا وقع شي حاجه علموني علموني باش نعرف شنو كاين. ها لي ريكوموندي لي صيفط هنايا يا ربي سيدنا الله ينصرو صيفط لي ريكوموندي هنايا والسيرفيس هنايا سبحان الله والسيرفيس بريماتور ها هو هنا ها لو بالي رويال سيرفيس بريماتور لي كنت صيفط عند سيدنا الله ينصرو ها هي هنا جي تو انفويي صيفط كلشي ها البراوات يعني قوست واحد المؤسسة في الرباط ديال لالا مريم تلاقيت دي جوندارم تخي جونتي الناس زعما تخي تخي جونتي تيفوا ودخلت لهم الواجبات ديالي وسيد يعني لا ريكلاماسيون وصافي والحمد لله. شنو الرساله الاخيره ديالك؟ انا كنطلب سيدنا يعاونني في هذا الملف, كنطلب يا ربي سيدنا الله ينسوي وساني يا ربي عاوني في هذا الملف باش نعرف راسي فين ماشي. ما عارفش شنو كنستنى ما نعرف كنبقى مستعجب شنو كنستنى. الارض هي الملكيه محاديه من 2020 وانا كنستنى شنو كنستنى يعني الارض انت شاريها برزقك دير لها الملكيه واضح واضح التيتر واضح التيتر واضح ولكن لحد الان ما درتي فيها حتى شي بروش ما استفدتيش منها. واقف انت واقف كتبقى مستعجب كتقول سبحان الله شنو واقع. ونتمنوا هذه الرساله ان شاء الله توصل كنطلب يا ربي كنطلب يا ربي وكنحتفظ وكنجري باش الكلمه ديال السيد الله ينصرو تبقى محترمه. هادشي اللي انا اللي هادشي اللي كنعرف كنعرف بان اللي كيهضر سيدنا اللي كينطق سيدنا كيرجع قانون. يعني يعاونني في هذا الملف